أو الإزار إذا نزل أسفل من الكعبين وقع الإنسان في كبيرة من كبائر الذنوب، وليس هذا خاصا بالصلاة، وإنما هو عام في سائر الأوقات. وفي الحديث: لا ينظر الله إلى رجل ير ثوبه خيلا، وإن تحايل متحايل وقال لا أجره خيلا، وإنما عادة. فيستدل عليه بالحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ولم يقل خيلا، ولم يقيده بحال أو صفة. فهناك عقوبتان لمن يسبل الإزار: عقوبة أغلظ وكلها غليظة، من جر ثوبه خيلا وتبخترا وتعاظما لا ينظر الله إليه يوم القيامة، إهانة له وعقوبة له لأنه تكبر ونازع الله في صفة لا يجوز أن تكون للمخلوق ولكنها للخالق فقط، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدة عذبته بالنار. وسمى الله عز وجل نفسه المتكبر، وهو أهل لذلك، كما في سورة الحشر: أما المخلوق فلا يجوز له أن يتبختر ويتكبر ويتعاظم، فهو ضعيف بدءا ونهاية وفيما بين ذلك. ثم إن قال لا أريد الخيلاء وإنما كعادة الناس، فإن الحديث الثاني: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، أي صاحبه، يدل على أنه جريمة منكرة وأنه كبير من كبائر الذنوب، وأن من فعل ذلك أسبل ولا يبالي بالوعيد الشديد فهو سفيه، قد تسبب في هلاك نفسه والعقوبة الغليظة التي لا تطيقها الأرواح ولا تقوى عليها الأجسام، وهي النار. نعم.